باسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم حبايبي. المرة دي حنتكلم عن شخصية جميلة وهو الرجل رقم 3 اللي اتولدوا لآدم وحواء. بعد عملية قتل قايين لهابيل ربنا افتكر كده آدم وحواء بابن ثالث جميل وسموه شيث. حتى حواء لما ولدت شيث قالت ربنا عوضني عن هابيل اللي اتقتل وجاب لي كمان راجل ثالث أو ولد ثالث اسمه شيث. شيث معناها عوض أو تعويض. طبعا آدم وحواء فرحت بالتعويض البشري أو التعويض الأرضي اللي ربنا ادهولهم في شخصية شيث. ولكن عايز أقولك النهاردة حاجة جميلة جدا. إيه رأيك إنك ما تدورش على التعويض الأرضي كتير؟ التعويض الأرضي ممكن في لحظة في وقت معين يفارق الحياة، أو في وقت معين ممكن ما يكونش موجود جنبك كسند زي ما أنت كنت فاكر أو كنت فاكرة إن ربنا عوضك بحاجات في الأرض. ممكن التعويض الأرضي ده يبقى حاجات كده يعني صغيرة كده في الطريق معانا عشان ربنا يدينا نفرح بحاجات صغيرة ممكن على الأرض، ولكن التعويض الأساسي هو في السماء. عشان كده كل ما تعمل حاجة كويسة ما تستناش رد الجميل من غيرك، ما تستناش التعويض من ربنا إن ربنا يديني التعويض ده على الأرض وافرح بالتعويض اللي على الأرض وخلاص. لا، احنا مش عاوزين نوصل لكده. احنا مش عاوزين نحط في دماغنا إن احنا كمسيحيين في عهد النعمة في العهد الجديد هو إن التعويض يكون على الأرض وبس. احنا مش قاعدين على الأرض وإحنا حياتنا مش موجودة على الأرض على طول. احنا حياتنا كبخار يظهر قليلاً ثم يطمحل زي ما قال الكتاب برضه. عشان كده دايماً اتعود إن تعويضك يبقى في السماء وبس. وخد لبالك، احفظ كده الآية الجميلة اللي قالها ربنا يسوع لتلاميذه لما كانوا فرحانين بإخراج الشياطين وبالمعجزات. قال لهم خدوا بالكم، مش عايزكم تفرحوا بده، افرحوا إن أسماءكم كتبت في ملكوت السماوات عشان ما يتقال لكش أو ما يتقال لكيش لقد استوفوا أجرهم في الأرض. خلاص، خدوا الأجر بتاعهم اللي مفروض ياخدوه في السماء أخدوه في الأرض، فكده ضاع حتى التعويض اللي في السماء. حاجة تانية لازم تاخد بالك منها ودي الأخيرة في شخصية شيث. أنت شخصياً ممكن تكون تعويض في حياة آخرين، يعني ربنا بيستخدمك. طبعاً بدون ما أوصل لمرحلة الغرور أو الكبرياء، لازم أكون شخص متضع، لازم أعرف ميزان الاتضاع بتاعي ماشي إزاي، فأعرف كويس جداً إن أنا ممكن أكون تعويض في حياة الآخرين. يعني أنا كمان ليا رسالة المفروض بسددها في الحياة، ليا رسالة المفروض إن أنا بتبقى رسالة مقروءة، مش بس رسالة إن أنا أتكلم قصاد الناس عن ربنا. ياما ناس كتير اتكلمت عن ربنا، بس الأحلى إنك أنت تكون تعويض في حياة البشر أو حياة الناس الآخرين اللي حواليك، إنك تكون شخص مسيحي حقيقي. يبقى فعلاً المسيح ظهر عليك كده، وظهر على علاقاتك، وظهر في كلامك، وظهر في نظراتك وفي لمساتك، في كل المواقف الحياة اللي ممكن تتعامل بيها مع الآخرين. وعشان كده لو تاخدوا بالكوا إن شيث جه من نسله المسيح. طبعا بعد قتل هابيل، بعد ما قايين قتل هابيل وشيث جه رقم 3، فالمسيح جه من نسل شيث. دايما خليك تعويض في حياة اللي حواليك، إذا كان في البيت أو إذا كان في العمل أو في المجتمع، النطاق الاجتماعي بتاعنا اللي حوالينا. خليك دايما شخص المسيح يظهر في حياتك بالكامل، وتكون عمل قبل ما يكون كلامه بس. ربنا يدينا إن احنا نكون فعلا مسيحيين حقيقيين. ربنا يفرحكم ويسندكم. إلهنا المجد الدائم أبديا آمين.